السلام عليكم ورحمة الله. بس يعني علشان المشكلة صارت معنا كانت موجودة ب في هاي المنطقة اللي هي كانت انه انا كيف بدي اكون وينز سبورت، يعني انا بخلي السامبا سيرفر يكون وينز سبورت، ويندوز انترنت نيم سيرفينج، وبنفس الوقت انا بدي اخليه سامبا وينز كلاينت، فبصيرش يكون هو كلاينت لنفسه، يعني بصيرش يخدم نفسه، بصير حلقة. ف يعني خربت عندي الامور. وعشان اوضح، لانه هذا هو السيرفر، فهاي السيرفر النت بايوس اللي بدل ما ان نستخدم، وعملت ريستارت لل عملت ريستارت ل التو سيرفيسز. الآن كل اللي راح أعمله اللي هو التالي، أنا راح أجي هون، شايفين هاي الويندوز 7، فهاي السيرفر إحنا عملنا شيرينج للسيرفر، أو يعني لو أجيت هون حكيت له سي دي فاي ال اس، مش أو سوري أنا فهمت هسه شو الموضوع. طيب هاي كلير، وخلينا نعمل exit او لا اسيو سيرفر ls cd ls. فانتو شايفين ما فيش غير بس عبارة عن فولدر. خلينا نعمل mkdir سميه تيست. حاليا انا راح اجي هون، هاي السيرفر اورجيكو اياه من اول. طبعا انا بما اني شغال على الشيرينج، فهاي الهومز، فانتو شايفين تيست وكودز، زي ما انتو شايفين هون تيست وكودز. الاشي الجميل هون انه انا المفروض ايش اعمل، لازم اجي هون احكي له 172.20 عشان تشوفوا ايش اللي عملناه عن طريق النيم سيرفر، وبعدين بحكي له 30.35. شايفين هاي بيعطيني اللي هم الامور هاي. اللي احنا عملناه هو التالي، عملنا هيك سيرفر، اريح ما انت تكتب رقم كامل، فبس سيرفر وهاي الهوم، وبحكي لك بعدين ايش اليوزر نيم والباسورد. هاي بس كل اللي انت بتحتاجه. فيديو قادم بنحط اوبن شير، او لا ما فيش داعي نعمل فيديو قادم نحط فيه اوبن شير. خلينا نعمل اكزيت من هون، وبعدين نروح نعمل سي دي، ندخل على السامبا، بعدين نحكي له ندخل هون، نزل لتحت، او مش ضروري لتحت كثير، يعني عادي وين ما بدك انت. هون مثلا خلينا نعمل اي اي، خلينا نحكي له برو مثلا، هاي بروجكت، بعدين بتحكي له طبعا ايش هو الباث تبعك، فمثلا بتحكي له بدي احطه بالهومز او بالهوم، بعدين بدي احكي له برو بروجكت، بعدين ريد اونلي نو، خلي براوزابل براو يس. مثلا اذا بدك تقدر تحط كومنت، تحكي له مثلا مثلا تحكي له مثلا بروجكت دايركتوري، بتوقع هاي يعني كل الامور اللي انت راح تحتاجها. يعني ما في عندك طبعا، بدك تنساش السكيورتي،
فيفضل تيجي هون مثلا تحكي له طيب الكومنت مش شيء مهم كثير. وين الباث تبع هذا الفولدر؟ ريد اونلي نو، لازم ريد رايت، يعني يكون جست اوكي. هل مسموح انه اي حدا يدخل عليه؟ يس. براوزابل على نت بايوس بتقدر تشوفه؟ يس. فانت هيك بتكون اضفته، واخر شيء بتعمل ريستارت لتو سيرفرز. الان نلقي نظرة، اجيت هون قريب ليش في عندي مشكلة يعني هون؟ طيب ديفولت جيت واي دي ان اس 35 دي ان اس اوفر اي بي. طيب خلينا نجرب نضيف هون 172.20.20.30.35. اد اوكي كلوز يس. جرب نظريتنا. تمام. سيرفر سلاش الان البروجكت موجود، لكن لو اجيت على بروجكت ما راح يصير شيء. ليش؟ لانه اصلا ما في عندك بروجكت، فانت لازم تدخل على الهومز الاس ميك ام كي MKDIR project. بعدين بدك تحكي له chmod777 project. اتوقع يعني هاي بس الامور اللي انت بتحتاجها. كمان مش غلط chown. ما في داعي، لكن الآن نرجع هون نحكي له فريش. طيب نجرب نعمل جميل مثلا نعمل تكست، ما في مشكلة. طيب خلينا نشوف الويندوز اكس بي حاليا، نشوف اموره ماشي تمام. طيب هاي بروجكت موجود، خلينا مثلا نضيف فولدر ثاني unable to create. Just okay. Read only. No. غريب. غريب 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 غريب. ثاني نجرب. طيب ما في مشكلة.
خلينا نعمل ديليت. يس اكسس دينايد. لكن هون يس طيب نيو بس ممكن انه بتقدر تلقي نظرة عليه بس ما بتقدر انت تعدل اي شيء. يعني هاي نظرة لمثلا لو كان عندك بروجكت كيف مثلا ممكن انت تشتغل عليه والامور هاي. يعني بس هي كل المواضيع. بس خلينا نلقي نظرة نعمل سي دي بروجكت اس سيرفر نو جروب. هاي هون طبعا انت لما تعمل سي اتش اون يعني مثلا بتقدر تدخل هون سي دي طبعا بفضل تطلع من هون اروح على ماي كمبيوتر ونرجع على مثلا نتورك مثلا سي اتش اون سي اتش اون بروجكت سيرش اون او بتقدر تنشئ جروب والجروب فيها. بس من الامور يعني الجميله انه بتقدر بدل ما انت تعمل هون تحطه 2 اتوقع 2 او 4 في واحد للجروب وفي واحد لليوزرز. هقولها مش راح نحكي عن هذا الموضوع هسه حاليا. شكرا لاستماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.